نرحب بكم أعزائنا، أهلا وسهلا بكم في قناة حياتنا أور لايف. هذه القناة الرسمية تقدم لكم جميع النماذج الجديدة التي تم إضافتها من المركز الوطني لتطوير المناهج الأردنية الإنجليزي والعربي والجميع المواد الأخرى، وتباعا كلها رح تنزل إن شاء الله شروحاتها في قوائم التشغيل. فأي حد من الصف الأول للصف العاشر حاب يحضرنا ويشوف كل هاي الشروحات ويشوف كتير نماذج امتحانات للشهر الأول والثاني والنهائي، كله موجود على قوائم التشغيل على قناتنا الرسمية على اليوتيوب. نرحب بجميع استفساراتكم ومنشكركم كتير على كلماتكم الجميلة، وخلينا نبلش مع بعض في درسنا الرابع يلي رح نحكي فيه لطلاب الصف الخامس عن تنوين الفتح. خلينا نقرأ مع بعض هذه الفقرة وننتبه للكلمات الملونة باللون الأحمر يا خامس. يلا. بسط الصبح جناحيه فانطلق الإخوة الثلاثة من بيت الرجل الصالح إلى بستانهم وهم يتخافتون خوفا من أن يسمعهم أحد فيأتي ويطلب منهم شيئا، وراح كل منهم يرسم في مخيلته أحلاما بالمال الوفير الذي سيملأ خزائنه بعد بيعهم الثمار. وصلوا البستان فصاح الأخ الأكبر مذهولا: ما هذا؟ لقد احترق بستاننا. طيب، حكينا بدنا نتفرج على الكلمات اللي باللون الأحمر. طيب خلينا نتفرج مع بعض يا خامس، وين هي الكلمات التي تنتهي باللون الأحمر؟ هيها: خوفا، شيئا، أحلاما، مذهولا. هاي هي نحن بنسميها تنوين الفتح. تنوين الفتح لما نكون في عندي فتحة وكمان فتحة، هاي اسمها تنوين الفتح. تمام، يعني ما حطينا تنوين الفتح هون على الحرف الأخير، كنا زمان نحطه بس غلط. شيئا ما حطيناها على الألف، لا بنحطها على الهمزة اللي قبليها. أحلاما ما حطيناها برضو على الألف الحرف الأخير، يعني حطيناها قبله. نفس الشيء مذهولا حطيناها على اللام مش على الحرف الأخير. طيب، إذا الحالة اللي بدنا نعرفها بالنسبة لتنوين الفتح إنها عبارة عن فتحتين بنحطه دائما فوق السطر. دائما دائما في عندي حالتين لتنوين الفتح. الحالة الأولى إني بحطها قبل الحرف الأخير، إذا هاي أول حالة. قبل نكتب هون إذا بدكم، طيب نكتب قبل الحرف الأخير، والحالة الثانية إنه أنا أحطها عند الحرف أو على الحرف الأخير. هلأ على الحرف الأخير إمتى بتكون هاي؟ هاي بتكون في حالتين. شو هم الحالتين هدول؟ خليني أحكي لكم شو هم. الحالة الأولى هلأ رح ندرسهم هدول. الحالة الأولى اللي هي حالة التاء المربوطة، أوكي، والحالة الثانية اللي هي حالة الهمزة بيكون قبليها حرف الألف. تمام، بس هذا هو درسنا لليوم. هلأ نحن اللي درسناه هذا الجزء الأول اللي هو قبل الحرف الأخير. هيو حطينا تنوين الفتح وين؟ مش على الألف، حطيناها قبل الحرف الأخير. هون على أحلاما على الميم ما حطيناها على الألف، حطيناها قبل الحرف الأخير، وهنا قبل الحرف الأخير، وهنا قبل الحرف الأخير. فقط هذا هو الجزء الأول من درسنا. الجزء الثاني إني أنا إمتى بحط تنوين الفتح؟ بحطها على الحرف الأخير إذا كان هذا الحرف الأخير تاء مربوطة، أو إذا كان أ يعني متطرفة، هاي نسميها الهمزة المتطرفة، يعني زي ماء، سماء، ساعتها بحط تنوين الفتح على الهمزة، أوكي، أو بحطها على التاء المربوطة نفسها. تمام، يعني هون رح تنحط على التاء المربوطة نفسها أو على الهمزة اللي بيكون قبليها ألف. طيب، طيب نأخذ شوية أمثلة عشان نفهم عن الموضوع أكثر. نعيد كتابة الكلمات الملونة بعد حذف التنوين. خو فن، شيلوا لي هلا التنوين كله كامل، يعني بدنا نشيل الالف لانه الالف هاي زياده، اصلا انحطت الالف هاي عشان التنوين، فصارت الكلمه خوف. ممتاز. وشيئا صارت الكلمه شيء، شلنا الالف وشلنا تنوين الضم. احلاما برضو نفس الاشي، خليناها احلام. طيب، ومذهولا صارت مذهول، شلنا التنوين كامل له تنوين الفتح. هلأ مطلوب من العكس يا تاني يا خامس، مطلوب أن ندخل تنوين الفتح على الكلمات الآتية. كانت الكلمة زكاة، بدنا نحطها لتنوين الفتح. انتبهوا أنها تنتهي بشو؟ بتاء مربوطة. هون شو بتنتهي؟ بهمزة وقبلها ألف. هون بشو بتنتهي؟ بإل.
عادية، ها ما بتهمني. هون بتنتهي بالياء. هلأ واحد واثنين هدول الحالتين دي هلأ حكينا عنهم، إنه دايما دايما هون لما يكون عندي الكلمة تنتهي بتاء مربوطة أو بتنتهي بألف وراها همزة، هدول التنتين قلنا دايما هن الوحيدات اللي باللغة العربية منحط تنوين الفتح عليها نفسها، يعني على آخر حرف بالكلمة. إذا متى نضع تنوين الفتح على آخر حرف بالكلمة يا خامس؟ فقط في حالة إنه تنتهي بالتاء مربوطة أو إنها تنتهي بالهمزة اللي قبلها ألف اللي بنسميها الهمزة المتطرفة. ممتاز. أي كلمة تانية، مال، دفء، باب، أي إشي، شو ما كانت تكون، ما عدا التاء المربوطة وما عدا الهمزة الأخيرة اللي قبلها ألف، دايما دايما بنحط التنوين الفتح على الحرف ما قبل الأخير. يعني ما بحطها على اللام، بروح بضيف ألف وبحطها على اللام ساعتها. إذا ما بحطها على الحرف الأخير، بحطها على الألف بس الحرف اللي قبلها. تمام. قوي بحطها على الياء، أوكي، بس بحط قبليها أو بعديها على حرف الألف. تمام. ممتاز. إذا هذا هو درسنا لليوم يا خامس، وبتمنى يكون كتير سهل لكم. خلاصة موضوعنا لليوم هي موجود في هذه الفقرتين. أول شيء نلاحظ أن تنوين الفتح يكتب على الحرف الأخير من الكلمة، قلنا بس حالتين لما بدنا نحكي عن الحرف الأخير، اللي زي كلمة مدرسة هيها بتنتهي بتاء مربوطة، وزي كلمة سماء تنتهي بهمزة قبلها ألف. دائما دائما ساعتها بتنحط التنوين الفتح على الحرف الأخير، أو بحطه على الحرف الأخير من الكلمة وبضيف بعده ألف زي أي كلمة ثانية باللغة العربية. كل الكلمات الثانية، جانب جانبا، باب بابا، كتاب كتابا، كتب كتبا. تمام. طيب نستنتج إذن القاعدة الرئيسية بأننا نكتب تنوين الفتح على الحرف الأخير من الكلمة فقط في حالتين، حالة إنها تنتهي بالتاء المربوطة أو بهمزة مسبوقة بالألف. والجزء الثاني من القاعدة أنه نكتب تنوين الفتح على الحرف الأخير من الكلمة وأضيف بعده ألفا إذا انتهت بأي حرف غير همزة قبلها ألف أو التاء المربوطة. يعني نفس الحكي، هذا عكس هاي القاعدة، يعني نفس القاعدة بس بكلمات ثانية. عرفتوا كيف؟ نفس الفكرة اللي حكيناها. طيب ننتقل الآن إلى السؤال التالي، بحكي لنا نقرأ الفقرة التالية وندخل تنوين الفتح على الكلمات التي بين القوسين ونغير ما يلزم. طيب شو الكلمات اللي أنا بدنا نعمل لها تنوين فتح؟ اللي بس اللي باللون الأحمر. تمام. يلا إذا عندي عبد صالح، هيها اللي بين قوسين يا خامس، بدنا نعملها تنوين فتح، فبتصير عبدا صالحا. لاحظوا إنها حطت على الحرف ما قبل الأخير، نفس الشيء صالحا. طيب نيجي لقصعة، قصعة تنتهي بالتاء المربوطة. هسا أهم شيء دائما بتنوين الفتح يا خامس، بس نتفرج إذا عندي تاء مربوطة أو عندي همزة قبلها ألف، تمام، شو نعمل؟ منحطها على آخر حرف. أما أي كلمة تانية دائما دائما بدنا نضيف ألف زي هيك، ومنحط تنوين الفتح على الحرف الذي يسبقها. يعني كلمة قصعة هيها تنتهي بالتاء المربوطة مباشرة، بحط هون تنوين الفتح، هون هي مش محلولة بشكل كامل، هون هيك منحط قصعة. تمام. فاعتصر من العنب ثم أخرج خبزا يابسا. نتفرجوا على خبز ويابس، هل خبز تنتهي بالتاء المربوطة أو همزة قبلها ألف؟ لا، ولا اليابس، اليابس تنتهي بالسين، خلص معناها مباشرة، بس زيدوا لي ألف وحطوا لي تنوين الفتح قبلها، وهون زدنا ألف وحطينا تنوين الفتح. طيب الكلمة الحمراء الثانية اللي هي قائمة، مباشرة هيها تنتهي بالتاء المربوطة، مباشرة بحط التاء المربوطة عليها تنوين فتح. اللي بعديها عظام وبالية، هل فيها تاء مربوطة أو فيها همزة زي سماء؟ ما فيها، فإذا مباشرة بتحط اللي عظاما، بس بتزيد ألف وبتحط تنوين الفتح على الحرف الذي يسبقها، بس بالية تنتهي بالتاء المربوطة، معناها مباشرة بس علي أحط أنا تنوين فتح كما هو بهذا الشكل. تمام. هاي تنوين فتح. تمام. أوكي هيها. طيب ننتقل للسؤال الثالث، نكتب في دفتر الإملاء ما يمليه علي معلمي معلمتي بخط أنيق. متى ما تنزل مادة الإملاء والاستماع كله رح ننزل لكم إياه، لا تقلقوا. طيب نكمل الجزء الثاني وهو عن الهمزة.
طيب، خط الرقعة هو خط جميل يختلف عن خط النسخ في طريقة رسم بعض الحروف ونقطها أو نقطها. نرسم الحرف أو يعني نكتبه بخط الرقعة وفق الأسهم في الصندوق، هذا اسمه خط الرقعة. تمام، هاي أشكال الهمزة. شوفوا الهمزة كيف ممكن تيجي، يا بتيجي على ألف زي هيك، أو على الواو زي هيك، أو بتيجي على الألف المقصورة بهذا الشكل، أو هاي بنسميها نبيرة، أو ممكن تيجي ببساطة على السطر. هاي أشكال كتابة الهمزة. طيب بدنا كمان نأخذ عليها أمثلة، مثلا اللي على ألف زي هيك زي كلمة الرأي، اللي على واو زي هيك زي كلمة يشاؤون، اللي على السطر زي هيك زي الوزراء، اللي على نبيرة زي هيك زي دقائق، وإذا بدك مثال على على الألف المقصورة اللي زي هيك زي كلمة قارئ. مثلا هاي قارئ، جاي الهمزة على ألف مقصورة. هلا بس تكتب لي كلمة الرأي هون بنفس هذا الشكل بالضبط. هون عندنا نحن بالبرينتينج ما رح يزبط لأنه كتابة كمبيوتر. نعيد كتابة الجملة الآتية بخط الرقعة، جاءت ملكة سبأ ووزراؤها طائعين. تفرجوا على الهمزة كيف شكلها اللي باللون الأحمر، هاي الهمزة على سطر، هنا على ألف، هنا على واو، هنا على نبيرة. طيب أحسنتم. طيب بالنسبة لآخر شكل هون أو آخر جزء من النص من درسنا لليوم، نتحدث فيه عن كتابة خاتمة قصة. نحن تحدثنا في الصف الماضي في الصف الرابع على أنه القصة تتألف من عدة عناصر. حكينا هي لازم يكون للقصة إلها عنوان، لازم يكون إلها بداية أو introduction، لازم يكون عندها عرض أو البدي، لازم يكون عندها خاتمة اللي هي conclusion. فإذا هدول الأربع أقسام الرئيسية هي أقسام أو عناصر القصة. طيب نرتب مع بعض، شو بالنسبة للأولى هاي اللي هون؟ هاي هي العنوان. فإذا هون إذا بدكم تحكوا لنا هاي هي نفسها العنوان، وهو سليمان الحكيم عليه السلام. طيب شو ممكن يكون ترتيب هذه القصة؟ وذات يوم، مستحيل هاي تكون البداية، كان داود نبيا عادلا وكان الناس يترددون له. ممكن هذه. قال سليمان أرى أن يتبادل الرجلان، لا بتحسوا أنهم في إشي ثاني. تمام، فبس هاي هي معناها عندنا ثلاث أقسام وبدنا نرتبهم. يلا نبلش يا خامس. هاي رح تكون الجملة الأولى أو الفقرة الأولى. هون بنحكي عن النبي داود، كان عادل، كل الناس بروحوا عنده عشان يحلوا مشاكلهم، وكان بيجي معاه دايما ابنه الصغير اللي هو سليمان النبي، كان بيسأله وبسمع لرأيه. تمام، في أحد المرات إجال النبي داود وهو رجل حكيم، هاي اثنين إجاله رجلين، واحد حكاله أنا إلي زرع ونمى وخضر، فإجا غنم هذا الزلمة إجا عندي وأكلوا لي زرعي وأنا هيك خسرت كتير كتير. ففكر داود وصار يحكي خلص صاحب الزرع، أنت يلي صاحب المزرعة، أنت خد غنماته كثمن لزرعه يلي أتلفه الغنم. صار سليمان وهو ابنه للنبي داود صار يفكر في حل لهذه المشكلة. يعني هون اللي دخل الابن الصغير تبع داود وفي حكم ولا والده، فقال بأدب لأنه يعني أنه طفل صغير وأنه يجي يدخل بالحكم صعبة، فقال بأدب وجرأة بنفس الوقت، حكى هل تسمح لي يا أبي أن أقدم حكما آخر يعني غير حكمه لأبوه؟ فحكى له أبوه نعم ما في مشكلة. فقال سليمان أرى أن يتبادل الرجلان الزرع والغنم مدة من الزمن، لأنه هيك بجوز مش عدل هو شايف أنه مثلا واحد يأخذ الغنمات بجوز أغلى من الزرع، من قيمة الزرع. فحكى أنه شو رأيك أنه يتبادلون بس لفترة من الزمن، فصاحب الزرع بأخذ الغنم والغنم بيأخذ الأرض، كل واحد بدير باله على شغل التاني وأغراض التاني، والغنمات والزرع بشكل كتير منيح زي كأنها إله. فإذا رجعت الأرض وأثمرت منيح وبعد ما يزرعها ويعتني فيها مظبوط ورجعت لحالها، فبالتالي صاحب الزرع بأخذ أرضه والغنم بترجع لصاحبها، يعني يصير زي هدنة أو رهان إنه خلص كل واحد يزبط شغل الثاني فخلص الأمور ترجع بسلام. داود النبي وهو أبوه لسليمان كتير انبسط في هذا الحكم وحكى طيب خلص أنا بدي أعمل بهذا الرأي السديد. هذه كانت رحلة مع 30 قصة من القرآن، كتابة سنة خوال خالوصي ومحمد غنام وأيمن العيسى بتصرف. طيب إذا هاي هيك نحن رتبنا القصة بشكل سليم، وحكينا هنا نلاحظ أن الخاتمة تحتوي على حل
للمشكلة أن يتبادل الرجلان الزرع والغنم مدة من الزمن. طيب نكتب موظفا شكلا كتابيا في عندي هاي القصة، بدنا نختار لها عنوان مناسب إلها ونكتب خاتمة تحوي حلا للمشكلة. يعني هلا هاي في قصة جديدة يا خامس بدنا نقرأها، بدنا نحط هون احنا عنوان، تمام؟ هذا اعتبروه بالأخير رح نحطه، رح نقرأ هاي القصة. بس الحلو بالموضوع انه نحنا بدنا نكمل القصة، نخترع تكمال للقصة، تمام؟ القصة تقول: الحاج سعيد رجل غني يحرص على التصدق على الفقراء والمساكين ويمد يد العون لمن حوله من الأهل والجيران. وذات يوم سألته حفيدته فاطمة عن سبب حرصه على التصدق على الفقراء والمساكين، فأخبرها بأن في ذلك شكرا لله على نعمه وأنها سبب من أسباب البركة. ذات يوم قررت فاطمة شراء هدية لأخيها، فأحضرت الأموال التي ادخرتها، وفي طريقها إلى السوق مرت بمنزل صديقتها عائشة لتذهب معها، فوجدتها تبكي بحرقة، فسألتها عن السبب وعرفت أن والدها بحاجة إلى المال لشراء الدواء لجدتها، تمام؟ يعني الحاج سعيد كان كتير غني وكان كتير دائما بساعد الفقراء والمساكين، فإجت بنته يعني سألته حفيدته اسمها فاطمة، راحت وسألت جدها اللي هو الحاج سعيد هذا اللي دائما بتصدق على الفقراء، حكت له ليه بتضلك تعطي للفقراء؟ قال لها يعني هيك نحن كأننا بنشكر ربنا على فضله ونعمه الكبيرة جدا، وبالتالي بصير في عنا تدخل البركة لبيوتنا. فإجت فاطمة حبت إنها تشتري هدية لأخوها، فرجابت الأموال اللي كانت مخبيتهم وراحت مرت عند صديقتها عائشة، شافتها عم تبكي لأنه أبوها مش قادر يجيب الدواء لأخوها أو لجدتها لأنها كانت مريضة. فهون شو بدنا نحط هلأ؟ نحن نخترع خاتمة لهذه القصة يا خامس. شو هي الخاتمة؟ ممكن نحكي قررت فاطمة مساعدة صديقتها باقتطاع جزء من الأموال التي تمتلكها ليتمكن الأبو من شراء الدواء للعلاج، وبنفس الوقت اشترت هدية جميلة لأخيها لكي يشعر بالفرح. يعني ممكن تحكي انه بالأخير آخر هذه القصة انه جد قررت فاطمة، صارت تحكي بدي انا اساعد صديقتي باني اشتري لها دواء، وفعليا راحت وعطتها مصاري عشان ابوها يتمكن من شراء الدواء للعلاج، واللي تبقى من النقود على الرغم من انه كان قليل شوي لكنه استطاعت من خلاله انها تشتري هدية بسيطة لأخوها لكي يشعر بالفرح. جميلة. ممكن تحطوا أي خاتمة ثانية، ممكن تحكي أنه تبرعت بكل شيء، أو ذهبت أو مثلا توجهت إلى صديقتها عائشة وأخذت مثلا اسم الدواء وذهبت إلى الصيدلية وقامت بشراء العلاج لعائشة أو لجدة عائشة، هاي مثلا طريقة ثانية. أو ممكن أنها راحت وأخبرت مباشرة والد عائشة وعطته النقود اللازمة للعلاج. أي شيء، يعني كتير في أفكار كتيرة ممكن تعملها كخاتمة لهذه القصة. طيب ما بدنا ننسى هون العنوان، طلبوا منا أنه نحط عنوان، ممكن نحكي عمل الخير، ممكن نحكي هدية غير متوقعة، أو ممكن نحكي ما علمني جدي سعيد مثلا. طيب شو اللي لازم نراعيه وإحنا نكتب يا خامس؟ ما ننسى دائما نحط فواصل، نحط نقاط بين الجمل المترابطة، آخر إشي في نهاية الفقرة. هلا الفواصل دائما بين الجمل المترابطة بنحطها، تمام؟ طيب النقطة بنحطها بنهاية يعني هون بنحطها بالأخير، تمام؟ هاي هيك وهي نقطة. اللي يتمكن مثلا هون بنحط فاصلة منقوطة. ليه فاصلة منقوطة؟ لأنه اللي وراها بيكون يفسر لما سبقها. أوكي المفروض هاي تكون. طيب وبنفس الوقت يعني هون ممكن نحط نحن فاصلة، نعم مش غلط. طيب ونضمن الخاتمة حل للمشكلة ونظهر القيمة التي تدعونا القصة إلى التحلي بها، وهي أكيد مساعدة الفقراء والمساكين. بهيك أعزائنا بنكون أنهينا درسنا الرابع. لا تنسوا تشتركوا في القناة وتتابعونا. إلى لقاء قريب.